السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يوم أمس الأمانة العامة للأمم المتحدة رغبته بإنهاء مهمته في اليمن مع نهاية فبراير القادم، فيما رجحت مصادر أممية عن ترشيح مارتن جيرفيتس مبعوثا جديدا. وتزامن هذا الحدث مع إعلان وزارة الخارجية البريطانية عن اجتماع مرتقب للرباعية في لندن اليوم الثلاثاء لمناقشة مستقبل العملية السياسية في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش مستقبل العملية السياسية اليمنية في محورين: الأول فرص وعوائق نجاح البعثة الأممية القادمة في تحقيق مهامها، والثاني مستقبل العملية السياسية في ظل التحركات الرباعية والتطورات العسكرية والإنسانية المتسارعة. إذن بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي ولد الشيخ عن قرب انتهاء مهمته، أعلنت بريطانيا عن انعقاد الرباعية اليوم، ويأتي هذه التطورات بعد متغيرات عسكرية وسياسية وإنسانية تعقد فرص نجاح العملية السياسية في اليمن. مشاهدينا نتابع هذا التقرير سويا ومن ثم نبدأ النقاش. اليمن تعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم. بهذه العبارة أنهى المبعوث الأممي بيانه معلنا إنهاء فترة عمله في اليمن نهاية فبراير القادم، مؤكدا في رسالته للأمم المتحدة أهمية الاستمرار في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي لليمن، في ظل توقعات بتعيين البريطاني مارتن غريفينتس لاستكمال مهام البعثة الأممية في اليمن. وبالتزامن مع إعلان ولد الشيخ قرب انتهاء مهمته، أعلنت الخارجية البريطانية عن اجتماع للرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، وهو الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء. خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وقالت الخارجية البريطانية إن الاجتماع سيناقش الخطوات القادمة لتنشيط العملية السياسية في اليمن، مرحبة في الوقت ذاته بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي الاثنين الماضي، والتي تتضمن ملياراً ونصف مليار وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن لضمان وصول المساعدات الإنسانية. رافقت الجهود البريطانية تحركات روسية لتنشيط العملية السياسية، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي استمرار موسكو بدعم الأطراف نحو الحل السياسي. كانت العملية السياسية قد شهدت تجمداً في مسار المفاوضات في العام الماضي، وفشل ولد الشيخ في فرض حتى مقترحاته بخصوص ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وتواجه العملية السياسية القادمة بنظر محللين عوائق كثيرة لا تبدأ عند المتغيرات الميدانية المعقدة للحل السياسي، ولا تنتهي عند استمرار ميليشيا الحوثي بتهديد الأمن الإقليمي. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا عارف البركاني محلل سياسي من الرياض. سيد عارف مساء الخير. مساء الخير والعافية. أهلا بك سيد عارف. يعني مع نهاية فبراير القادم ستطوى صفحة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كيف تقيمون كمحللين وأيضا كمتابعين للأحداث تلك الفترة والتي فشل فيها ولد الشيخ حتى في تمرير مقترحات الحديدة ومطار صنعاء؟ الحقيقة أن يعني ولد الشيخ لا يتحمل كل الإثم وكل الجرم، مع أنه فعلا كانت النتائج مخيبة كثير للآمال، لكن من الأصل أصلا رؤية الأمم المتحدة تجاه القضية اليمنية رؤية منعدمة، يعني لا توجد أي رؤية واضحة من الأمم المتحدة ولا حتى من المجتمع الدولي لطبيعة ووظيفة الدولة اليمنية القادمة، وهذا هو أساس الإشكال أصلا. نعم. الذي سيحدد حتى مسار العملية السياسية القادمة إذا كان في عملية سياسية، أن هذا أن المجتمع الدولي لا يعرف ما هي وظيفة الدولة اليمنية القادمة، ما الذي ستؤديه، وهل ستكون دولة لها ذات يعني دور إقليمي أم دولة يعني ذات بعد محلي. لا شك أن أيضا وجود الحوثيين كطرف يخدم الأجندة الإيرانية هو يعني يجعل من اليمن يعني يصنع معادلة جديدة داخل الدولة اليمنية.
أنا أعتقد طبعا هو زي ما تفضلت أنه كانت نتيجة عمل المدرسة الأول ولد الشيخ نتيجة يعني فاشلة وكل ما تحمله كلمة من معنى، ولكن أيضا كما ذكرت هو فشل لأنه لم يكن هناك رؤية للأمم المتحدة أصلا. نعم، لكن أيضا يعني هناك طرفين، طرف يؤمن بالسياسة بينما طرف آخر يعني لا يترك أي أفق لمسار سياسي أن يقوم. هذه الأمور يجب أن يعني أن تكون قد يعني اتضحت للأمم المتحدة وللمبعوث الأممي خلال الفترة التي عمل فيها الماضية. ما هو أنت لما تلعب سياسة مع ناس لا تلعب سياسة لا تعرف ما هي السياسة، هذه أحد المشاكل الكبيرة في اليمن. ولذلك أنا دائما أقول أنه إذا أردنا أن نجلب الحوثيين إلى طاولة السياسة فعلينا أن نتصل بإيران. الحوثيين لا يملكوا قرارهم أصلا. نعم. وهذا الطرف وقراره بيد إيران. وإيران تريد من خلال الحوثيين أن تفرض نفسها داخل اليمن مثل ما فعلت في سوريا. نعم. إذن المعادلة شائكة جدا جدا. نعم. إذن سيد عارف تكرم بالبقاء معي، أشرك معنا في النقاش مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، سينضم إلينا من الأردن. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك. أهلا بك سيد مختار. إذن المبعوث الأممي أعلن عن نهاية مهمته نهاية فبراير القادم، ماذا يعني ذلك للشرعية خصوصا مع وجود ملاحظات سلبية للشرعية على أداء ولد الشيخ أحمد؟ هي الملاحظات لم تكن على الأداء ولد الشيخ شخصيا، ولكن هي كانت من المنظومة، منظومة الأمم المتحدة التي تعاملت مع الملف بنوع من الازدواجية، يعني كانت تضغط على الحكومة ولا تضغط على الطرف الآخر الذي كان يتنصل عن الاتفاقية التي تم الاتفاق حولها في جنيف واحد وجنيف اثنين وكويت واحد وكويت اثنين. بالتالي اسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهت فترة، هو طلب إعفائه من التمديد له في الفترة القادمة، بالتالي نتمنى أن يأتي المبعوث القادم. وهو لكن اليوم يعني انطوت صفحة ولد الشيخ سيد مختار، ملاحظات الحكومة كما قلت حول أداء الأمم المتحدة، لكن هنا مع ذهاب الرجل ما كيف يقيم أداء هذا الرجل خلال فترة عمله؟ اسماعيل ولد الشيخ أحمد كان وصل في فترة من الفترات إلى أنه ألم بالملف اليمني وعرف حقيقة يعني تفاصيل دقيقة في الملف اليمني. بالتالي نقول أن اسماعيل ولد الشيخ أحمد كان الفترة السابقة كان أداؤه أداء إيجابي طوال الفترة الماضية، وحاول أن ينجح في مهمته التي أسندت إليه، ولكنه أخفق بسبب تعنت الميليشيات الحوثية والانقلابيين. بالتالي نقول أن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بذل قصارى جهده ولكن وصل إلى طريق مسدود مع الطرف الآخر، وهو الذي وما نتمناه الآن أن المبعوث الجديد حينما يأتي يكون ملم بالملف اليمني ويعرف أن من يعرقل هو الطرف الآخر. بالتالي لكن المفترض سيد مختار أن يوضح هو بنفسه يعني خلال انتهاء فترة يعني عمله في اليمن أن يوضح من هو الطرف الذي كان عائقا أمام يعني إعادة المسار السياسي، لكن نحن يعني قد يخرج الرجل بدون أي إيضاح في هذا الجانب. نحن طلبنا مرارا وتكرارا من اسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن الأمم المتحدة أن تتحدث بكل صراحة عن طوال الفترة الماضية، لكن للأسف الشديد أن الأمم المتحدة تعرف أنها تحاول أن تبقى على الحياد وتحاول أن تبقى في المنتصف وأن لا تكون مع طرف ضد الطرف الآخر. بالتالي هذه طبعا استراتيجية تتخذها الأمم المتحدة. نعم، لكن أيضا سيد مختار لو رجعنا قليلا، ولد الشيخ اتهم حكومة الشرعية أكثر من مرة ب يعني أنها مساهمة في عرقلة المفاوضات. حينما تقدم بمبادرة كانت لا تتوافق مع المخرجات ولا تتوافق مع المرجعيات المتفق عليها، بالتالي كانت الموقف الحكومة واضح أنه لا يمكن أن ندخل في أي حوار أو أي مشاورات إلا بعد أن تكون المخرجات هي واضحة وهو ما تم الاتفاق عليه، وهي مخرجات دولية متفق عليها من قبل الجميع. بالتالي إذا تقدم إسماعيل أو غير إسماعيل الشيخ أحمد بأي مقترحات أو أي استراتيجيات قادمة تكون مخالفة لهذه المرجعيات لا يمكن القبول بها. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار، أعود بسؤال لضيفي الآخر عارف البركاني محلل سياسي. سيد عارف يعني لماذا فشلت الأمم المتحدة في فرض أي مقترحات لها بخصوص السلام؟ هل الأمر له علاقة بعدم حياديتها كما يقول البعض أم أن هناك عوامل أخرى تسببت في هذا الفشل؟
أنا أعتقد أن أول عامل هو ما ذكرته أن الأمم المتحدة لا تملك رؤية للقضية اليمنية، مثل ما هي أيضا لا تملك رؤية للقضية في سوريا، مثل ما هي أيضا لا تملك رؤية للقضية في ليبيا. مشكلة الأمم المتحدة أنها ترسل موظفين لا وسطاء. ولد الشيخ أحمد كان موظفا يؤدي وظيفة وليس وسيطا. الوسيط يلعب دور أكبر. لكن سيد يعني عارف أنت تقصد هو يعني أن الأمم المتحدة لا تملك رؤية، أم أن هناك أجندات هي من يعني تظهرها بهذا الشكل؟ هي نفسها منظمة الأمم المتحدة يعني في منظمة بحاجة إلى تمارس أدوار لتخدم سياسات دول كبرى. يعني هي بنفسها كذلك يعني منظمة تلعب أدوارا تخدم سياسات دول كبرى، فهي بنفسها كأنها أيضا تحمل أجندة توظيف، يعني توظيف لقرارات أخرى. أنا هذا سبب من الأسباب. من ضمن الأسباب الثانية طبعا أيضا أطراف العملية السياسية في اليمن، أو أطراف الطرفين في اليمن، الطرف الشرعية والطرف الانقلابي. اللغة بينهم اللغة المشتركة مفقودة، لأنه أنت عندك مثلا في الجانب الشرعية في نضج سياسي، في أطراف سياسية، في أحزاب، في قوى، في ناس مارسوا العمل السياسي مؤمنين به. وعندك في الطرف الثاني كان يعني مؤتمر الشعبي العام ربما هو يمثل نموذج أيضاً الذي يستطيع أن يلعب سياسة، بينما الحوثيين هم مجرد يعني مقاتلين جاءوا من ربما من أكبر المساوئ هو المساواة بين الطرفين من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن. لكن أيضا يعني البعثة الأممية في اليمن دائما يعني جولتين لمبعوثين أمميين، أسباب الفشل توزع دائما على التحالف والشرعية وميليشيا الحوثي. في تقديرك من يتحمل الفشل وكيف؟ أسباب الفشل هي على الجميع بنسب متفاوتة، تمام؟ لكن أنا شخصيا أنا أمثل يعني أحمل الأمم المتحدة الفشل السبب الأكبر والنسبة الأكبر من الفشل. كيف؟ لأنها زي ما قلت أولا ترسل لنا موظفين لا ترسل وسطاء. وأنا أمل أن يكون الوسيط الجديد البريطاني يمكن يكون وسيط، لأن ربما العرب هم مجرد موظفين أيضا ولا يكون موظف لدى الأمم المتحدة. لأن هذه ما قلت لك أنا يعني شوف في العرف الدولي كل دولة لها وظيفة، دولة بنفسها لها وظيفة في الإقليم تلعبه وما هو مرسوم لها. إحنا في اليمن بعد 11 فبراير بعد الثورة بعد ما تغيرت الخارطة السياسية لداخل اليمن ارتبك المجتمع الدولي بتحديد وظيفة الدولة اليمنية القادمة، ماذا يريدها، على أي شكل، على أي نظام، علاقتها بجيرانها، علاقتها في باب المندب وإدارة المضيق هذا المهم. وفشل في ذلك يعني مش فشل، ما زالوا لا يملكون رؤية واحدة. معنى الفترة طول الفترة الزمنية هذه تعبر عن فشل، يعني من 2011 إلى اليوم واليمن بلا دولة، يعني إلى حتى السلطة الشرعية إلى اليوم لم تستطع ممارسة مهامها بشكل كامل داخل البلد. إذن هنا سؤال أيضا، هناك تعيين لمبعوث أممي جديد سيد عارف، ما هي فرص نجاح هذا المبعوث القادم؟ ما هو فرص نجاحه في ظل هذه المعطيات الآن؟ أول حاجة يجب عليه أن ينتقل من طور الموظف إلى طور الوسيط. طور الوسيط أو وظيفة الوسيط تختلف عن وظيفة الموظف، ويكون صاحب قرار ويستطيع أن يفرض قرار على جميع الأطراف، هو عنده مصادر قوة يستطيع أن يتحرك من خلالها وهي قرارات الأمم المتحدة السابقة، وأيضا حتى يقدر يستطيع أن يضغط على الحوثيين عبر الضغط على إيران نفسها. كذلك يعني هو ينبغي أن يستفيد من تجربتين سابقتين واضحتين، يعني واضحتين المعالم أمامه بكل الإيجابيات والسلبيات التي لها، مش هنبدأ من جديد من الصفر. يعني هذه مشكلة أيضا ثانية، تمام؟ نعم.
فأنا أتمنى أنه يعني ينجح ربما يعني ليس باستطاعته أن يقرر، ولكن أيضا أن يكون أكثر وضوحا في تحديد الطرف المعرقل، ويعني يوضح من هو الطرف الذي يعرقل العملية السياسية بكل شفافية ووضوح. أنا أقصد أنه يقرر، لأنه هو الذي سيصيغ الديباجة، سيصيغ الديباجة التي ستؤدي إلى قرار. نعم تمام. لكن ما هي أبرز عوائق فشله يا سيد عارف؟ أبرز عائق لفشله أنه ما عنده طرف يفهم سياسة وطرف لا يفهم سياسة وطرف لا يعمل سياسة أصلاً. هذا أكبر عائق. هو سيأتي في مهمة سياسية، سيأتي في مهمة سياسية ليحاول ليجمع بين طرفين، يعني بينهما لغتان مختلفتان تماماً، أو بينهما لغتين مختلفتين تماماً. نعم. طرف ممكن يتفاهم معه بالسياسة وطرف لا يعرف السياسة ولا يؤمن بها أصلاً. نعم. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا عارف البركاني محلل سياسي، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي الآخر سيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. يعني سيد مختار، يعني كيف تقيم أو لا بالنظر إلى فترتي جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، كيف تنظر الحكومة للفشل الحاصل في البعثة الأممية؟ هل لها علاقة بالأشخاص المبعوثين ذاتهم أم بالسياسات المتخذة من قبل الأمم المتحدة نفسها؟ سيد مختار هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد مختار الرحبي. أرحب بضيفنا من الرياض المحلل السياسي سليمان العقيلي. سيد سليمان مساء الخير. أهلا مساء النور، حياك الله. أهلا بك سيد سليمان. إذن شهر وتنتهي فترة المبعوث الأممي ولد الشيخ، التحالف العربي كيف يقيم أداء هذا المبعوث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المبعوث الجديد لم يجرب حتى الآن، إنما إذا كنت تقصد المبعوث السابق. لا نحن نتحدث عن المبعوث السابق الذي يعني قدم أن مهمته ستنتهي في نهاية فبراير. إي نعم، هذا في الواقع أنه أدى واجبه، يعني وفق ما تقتضيه الدبلوماسية في الأمم المتحدة المعروفة بحذرها وبنمطها الهادي والمعتدل والمحايد أو شبه المحايد. وهو على كل حال أنا في الحقيقة لا يمكنني النيل من قدراته الدبلوماسية. ولد الشيخ الحقيقة قام بعمل جبار، جمع المتصارعين على طاولة واحدة وحاول أن يعني ينضج تسوية سياسية من خلال المقاربات التي طرحها، ولكنه في الحقيقة الأزمة أكبر منه هو، والأزمة معقدة. يعني الأزمة فيها عناصر وقوى محلية وقوى إقليمية، وكذلك القوى الدولية ليست بعيدة. ولذلك لا يمكن أن نقول إنه إسماعيل ولد الشيخ فشل، أو هذا الحقيقة فشل لدبلوماسية الأمم المتحدة نفسها وليس للدبلوماسي الذي حاول الالتزام بما أعطي له من صلاحيات ومن أدوار. وأنا أحيي الحقيقة صبر ودأب إسماعيل ولد الشيخ. نعم. وكفاءته التي أظهرها خلال الفترة الماضية، وهو لا يقل عن الموفد الجديد البريطاني، أنا أعتقد أنه ربما يتفوق عليه، لكن جاء بهذا البريطاني من أجل الضغوط، من أجل زيادة الضغوط. نعم. لأن ولد الشيخ لم يسمح ربما له ضميره، أو لا تسمح له يعني ثقافته العروبية. نعم. المتسمة بالمروءة وبالخلق الرفيع، يعني يجبر الناس على أشياء لا يريدونها. وأنا أعتقد أنه ولد الشيخ الحقيقة أدى واجبه بكل كفاءة، والعلة ليست فيه وإنما في الأمم المتحدة،
نعم، لكن سيد سليمان، يعني أكثر من تقرير لولد الشيخ أحمد اتهم فيه التحالف العربي بعرقلة مسار المفاوضات وارتكاب جرائم بحق المدنيين، كيف ينظر التحالف لتلك الاتهامات؟ أنا أعتقد أنه هذه كتبتها سكرتارية الأمم المتحدة وليس ولد الشيخ. ولد الشيخ يعرف الوضع في اليمن معرفة دقيقة، وهو ربما استقال احتجاجا على سياسة الأمم المتحدة، وربما يأتي يوما ويقول ذلك. أنا لا أستبعد أن نعم تفرقة وليست أداة للسلم والأمن والاستقرار الدولي، وإنما هي أداة من أدوات القوى الكبرى التي تريد أن تفرض هيمنتها على منطقتنا، على الشرق الأوسط وعلى الخليج والجزيرة العربية. رأينا كيف أن كيري يطرح مبادرات لا تتلائم حتى مع الصداقة العربية الأمريكية، ورأينا كيف يسوق وكيف يضغط لإيقاف الحرب، وربما ضغطوا لأكثر من ذلك لعدم إنجاز النصر. أنا الحقيقة كما يقول اليمنيون، أنا لا أقول هذا لكن إخواننا اليمنيين يقولون بذلك. على كل حال أنا أعتقد أنه ولد الشيخ لديه الكثير ليقوله للجميع المعنيين بالقضية في اليمن، وربما يأتي اليوم الذي سيقوله. إلا إذا كان ما زال يعمل مع الأمم المتحدة فلا يستطيع الحديث بالصراحة والشفافية التي تتطلبها، وهذا كله سيتبين قبل يعني انتهاء ولايته. لكن سيد سليمان، يعني السعودية عضو في اللجنة الرباعية الخاصة باليمن الذي من المقرر أن يتم اجتماع لها اليوم، هل لديك معلومات عن طبيعة هذا الاجتماع وما هي خطة السعودية بشأن السلام القادم؟ أنا معلومات ما عندي، وأنت تعرف الحكومة السعودية لا تعطي لأحد معلومات، وتعرف أنت طريقتها الدبلوماسية، لكن نعم. حنا يعني نتلمس المعلومات من المواقف السياسية ونفككها من خلال خبرتنا في السياسة السعودية نعرف المواقف من خلال الألفاظ. ما الذي لمستوه سيد سليمان؟ نعم، ما الذي التمستوه يعني من خلال المواقف والتي تحدثت عنها؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تنتهج أسلوب المناورة السياسية مع هذه القوى الكبرى التي لا تريد لمنطقتنا لا الأمن ولا الاستقرار. هم يريدون أن يبقى الأمر كما هو، كما بقي في سوريا 7 سنوات. يريدون أن تتوقف الحرب وأن تبقى اليمن مصدر تهديد لأمن المملكة العربية السعودية. أنا هذا 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 هذه عقيدتي وهذا فهمي. هم يريدون أن تبقى إيران مهدد للمملكة العربية السعودية وسجاء الدين، لا في حرب إيران ولا في إيقافها في نشاطاتها المزعزعة للاستقرار. هم سياستهم لا تتسم بالمصداقية لا البريطانيين ولا الأمريكيين مع الأسف الشديد. ورأينا كيف سوقوا وحاولوا يسوقون المبادرة كيري التي كانت تعطي الحوثيين 1/3 السلطة، بما يتناقض مع قرار مجلس الأمن ومع مخرجات الحوار الوطني ومع المبادرة الخليجية. هؤلاء كشفناهم وكشفتهم مبادراتهم، وأنا أعتقد إنه المملكة العربية السعودية تحاول أن تساير الأمور لكنها لن تسلم لهم أمنها الاستراتيجي، لن تسلم لا للأمريكان ولا للبريطانيين رقبتها. ما دام الإيرانيون قابعون على رؤوس الجبال في صعدة وفي صنعاء، فالأمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية تهديد لا يمكن القبول به. نعم، إذن سيد سليمان هنا سؤال أخير، يعني ما الذي سيضيفه اجتماع اللجنة الرباعية، خصوصا مع أن الوقائع السياسية والميدانية تشير إلى صعوبة
صعوبة إجراء المفاوضات مع ميليشيا الحوثي؟ أنا أعتقد أنهم يحاولون يسهلون مهمة مفادهم الجديد البريطاني بالضغط على المملكة العربية السعودية، ولأنه هالرباعية دي ما تضغط على إيران، هالرباعية دي أداة ضغط على المملكة وعلى اليمن، ليست أداة ضغط على كافة الأطراف. هل رأيت الرباعية تتوجه إلى طهران وتقنعها بالتسويات السياسية المطروحة؟ هل رأيت الرباعية إلا في اجتماع واحد رأينا في آخر اجتماع في لندن عندما أدرجت عمان في الرباعية؟ لمسنا يعني نوعا من التوازن في 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 في, في أو الرغبة في التوازن في الضغط السياسي. ولكن من الواضح أن اجتماع لندن اليوم عمان ليست موجودة فيه، ولذلك أنا لا أعول على هذا الاجتماع، وأنا أحذر من عواقب مثل هذه الاجتماعات، لأنه لا بريطانيا المشهورة بدبلوماسيتها دبلوماسية القر والفر في المشرق العربي، ولا أمريكا التي يعني أصبحت سياستها مكشوفة وتستجيب للرغبات الصهيونية، أصبحت يعني والسياسة الصهيونية سياسة فرق تسد، سياسة تفتيت المنطقة، كلها سياسات لا تتسجم مع الأمن القومي السعودي ولا الأمن القومي اليمني ولا الأمن القومي العربي. وأنا أعتقد أن هذا الاجتماع سيكون مثل بقية الاجتماعات السابقة، مجرد يعني مواسم دبلوماسية، لأنهم في الواقع لا يريدون حل المشكلة. قرار مجلس الأمن 22/16 فيه البند السابع، لكنهم لا يريدون استخدام البند السابع، ولا يريدون الحل على أساس هذا القرار ولا على أساس الرؤية الوطنية اليمنية التي اتفق عليها اليمنيون في الحوار الوطني. الأمور واضحة بالنسبة للجميع. وضحت الصورة سيد سليمان، يعني أشكرك جزيلا المحلل السياسي سليمان العقيلي، كنت معنا من الرياض. ومشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكر ضيوفي أيضا من الرياض عارف البركاني محلل سياسي كان معنا، وأشكر أيضا ضيفي مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كان معنا من الأردن، ونعتذر لفقدان الاتصال به مؤخرا. ولكن مشاهدينا في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.